وصلنا إلى وقفة العربية نت لهذا اليوم. تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة رشا خياط. صباح الخير رشا. صباح الخير يا رشا. ضمن مسعى العربية نت ليكون موقع فسيفسائي يعني يشمل العديد من الموضوعات ليس فقط السياسية والتحليلية و إلى ما دون ذلك، الآن يطلق الموقع صفحة تعنى بالأدب، وذلك تشجيعا للشباب العربي خصوصا لنشر نتاجاتهم الأدبية. إذا بتحدثينا عن هذا التحديث والاستحداث أيضا خلينا نقول. صح، فما بكل سهولة إنه الشباب المهتمين بالأدب أو اللي يكتبوا النصوص الأدبية عندهم الفرصة إنهم ينشروا كل أعمالهم الأدبية أو كتابة النصوص. وفي بعضهم حتى ما يتشجع إنهم يكتبوها، ما ينموا مواهبهم عشان إنه قلت هذه الفرص. فالعربية نت فتحت المجال لهذول الشباب إنهم يشاركوا يعرضوا أعمالهم على الموقع على صفحة أدب، وموجود هذه الصفحة في قسم ثقافة وفن على الموقع. وهذه المشاركات تشمل الأدباء الشباب والمبتدئين وكمان الأسامي الكبيرة المعروفة في الأدب، وتركز كمان على الرواية والشعر والقصة القصيرة والمقالات والسجال كمان. فهم الناس يعني حيبعتوا هذه يعني الأشياء اللي كتبوها، وبعدين إيش حيصير العربية نت حتنشرها كلها ولا حتختار ولا كيف؟ والله هي في لجنة متخصصة، يعني هي يعني هو الواحد لو يبي يشارك حيرسل على بريد إلكتروني تحت اسم adab@alarabiya.net فيرسل مشاركاتهم، بعدين اللجنة اللي هي متخصصة تشوف إيش المعايير يعني اللي توافق يعني إذا ينفع تتنشر ولا لا، حيدرس الموضوع ومن خلالها حيتم نشرها أو ما حيتم نشرها. وحتعرض كمان الصفحة نصوص أدبية في الشعر الحر والعمودي، والمشاركات توزعت ما بين بلدان العالم العربي، ففي مشاركات من السعودية ودول الخليج، في مشاركات من مصر، في من فلسطين، في من دول المغرب العربي والسودان. فالمشاركات يعني كانت متنوعة من جميع الدول. وكمان غير يعني الواحد انه يقدر ينشر الأعمال الأدبية، في كمان قسم عن تجارب الروائيين، عن تجاربهم كيف انه مثلا كتبوا النص النصوص النص نفسه الأدبي، ايش التجارب اللي مروا فيها وكذا. خلينا نرجع بس عشان ما يداهمنا الوقت، ننقل على الموضوع الثاني. الدول العربية هي الأكثر في مجال الحوادث والخسائر بقيمة 25 مليار ريال دولار أيه. كمان أيه. يعني كارثة أكبر. أيه أكبر. طيب مين اللي عمل هذه الدراسة وإيش التفاصيل؟ هي دراسات وأبحاث متنوعة يعني من جميع البلدان. استخلصت إنه الإحصائيات بينت إنه العالم العربي هو في المرتبة الأولى من ناحية الحوادث اللي تسبب الوفيات أو الإصابات. والخسائر زي ما قلت تقدر ب 25 مليار دولار. والخبراء قالوا السبب انه يرجع يعني هذه الاشياء ترجع بسبب غياب الطرق الواسعه او المهيئه، والسبب الثاني بسبب استخدام السيارات للقطع المقلده او قطع الغيار اللي هي ما هي صالحه انها تستخدم فبسبب الحوادث. والمنظمه العربيه لسلامه المرور قالت انه في السنه تقريبا في 36 الف قتيل واكثر من 400 الف مصاب، هذا بس في السنه واحده في العالم العربي عامة. وكمان في تقارير بينت زي ما هو معروف خطورة استخدام الهاتف المحمول سواء واحد بيتكلم به أو بيرسل رسائل. أكثر من مرة في الواقع تحدثنا في صباح العربية عن هذه المسألة وحاولنا أنه ندق ناقوس الخطر لعل وعسى. الخبر الثالث، ساسة ومشاهير يحتفلون برأس السنة في مدينة مراكش المغربية. أيوة، في كثير من الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية وحتى الفنية اختاروا مدينة مراكش المغربية أنهم يقضوا اللي هي المدينة اللي يقضوا فيها عطلة نهاية السنة. طبعا في غير الدول يعني أخرى بس اختاروا هذه الدولة بالذات. أيوة، زي مين؟ في كارلا برون اللي هي زوجة الرئيس الفرنسي، هي وبنتها حيروحوا بس مو مع زوجها، بنتها الوليدة الجديدة. أيوة الصغيرة حيروح يقضوا العطلة هناك. وفي من الرياضة في لاعبين من فريق ريال مدريد، في لاعبين من فريق برشلونة حيروحوا، في الإعلامية الفرنسية المشهورة اسمها أن سينكلير حتروح هي، وفي كمان طبعا بسبب هذا الحضور المكثف للشخصيات في إجراءات أمنية مكثفة حتكون، ففي كاميرات موجودة تقريبا في كل الفنادق في كل المطارات ترصد يعني إذا كان في أي مشاكل وكذا. فبس في هذه الإجازة حيكون في حوالي 1,600,000 زائر. أيوة. على تعرفوا أحيانا أنا بتهيأ لي أنه لما بيكون في ساسة ومشاهير في بعض الاحتفالات بعتقد بيفسدوها أنهم يصيروا إجراءات أمنية وممنوع يفوت. يا محمد شغلنا كله مع الساسة والمشاهير، لا تقطع رزق بس ما يشجع السياحة. القصد أنه يعني بيأثروا على الناس العاديين طبعا بيصير الإجراءات الأمنية. يعني أمنية وحالة بس هذا معناه أنه مراكش حتنافس دبي على الخبر اللي قريناه كمان.
طيب يا رشا نشكرك، كانت معنا الزميلة رشا خياط من فريق العربية نت. شكرا.